أهم شيء تليفونات تاخذي مواعيد بشكل صحيح، عرفت علي شو؟ لأنه أهم شيء الدقة بشغلة. بس طيب انا بالمكتب بدنا يكون شو بدي؟ ولا بضل هون انا هلا؟ لا ضلك ضلك. ضلك. ايه اوكي. ذهبي متعجلون؟ الو؟ ايوه؟ الو؟ الو 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 بونسوار. بونسوار. نو فرانسيز؟ نو نو. Please, I am come for guest Mahmoud. Mahmoud? ممكن. Mahmoud? ممكن. ما أعرف شو بدي أعمل. طيب تحكيني 10 دقائق إذا بتريد. One minute. 10 دقائق. Voulez-vous? Hello. Hello. Digital. I'm sorry, not speak Francais. What can I say? طيب تحكيني 10 دقائق. After كم minute يعني؟ 10 دقائق. 10 minutes. 10, 8, 9, 10 minutes. 10 minutes. English. Speak English? Little. A little. No Francais? No Francais. افتر منتصف الليل توقيت باريس نحكي معه. اوكي ممكن ايمت بيجي بعد شوي؟ 10 دقائق. 10 دقائق. انتي بنته؟ نو نو انا سكرتيرة. سكرتيرة. اوكي باي باي. باي باي. باي. انا بدي اعرف احكي لك هلا. الذهبي المتعجلون؟ الو. ايوه مرحبا. يا اهلا. وينو رضوان؟ رضوان؟ ايوه والله عيوني في الاستاذ سعيد هون. سعيد موجود؟ ايوه. هذا رضوان تبع الشاي والقهوه. بدي سعيد. سعيد المدير تبعي. انت مين ضيفي عندهم؟ انا سكرتيرة جديدة هلا استلمت وشوي عم باخذ على الشغل. انا المدير عيني. تشرفنا. مين حكى معي؟ والله حكى مع شخص اسمه محمود من باريس. محمود؟ ايوه. شو قلتي له؟ كان عم يحكي فرنساوي ما فهمت عليه. معقول؟ طيب كيف ما جاوبتي لمحمود؟ انا ما بعرف احكي لغه يعني. شو مين عينك؟ اعطيني سعيد بسرعه. شو هاد؟ ثواني بس تنعي. فورا بيحكي معي. طيب اوكي حطي من ايدك السماعه وبعتي لي اياها. خربتوا بيتي. الله لا يوفقكم انت وياها. استاذ معلش ما خربنا بيتك ولا شيء بس هي ما قصدها. اعطيني اياها يا شيخ. طيب استاذ. انت بس 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 بقول لك وظف حدا. بتوظف اي حدا. اي حدا بدي حدا يتوظف يكون معقول. استاذ انا عم بحكي معك. الخطا مو خطا. الخطا خطاي انا. خطاك مين انت يعني؟ مين انت؟ مين جابك؟ طيب اوكي. طب انا اسفه كثير. شو اسفه؟ روحتي علي 500 الف ليره سوري انت مشان تتولدني وتلعبي. اتولد؟ ما مالك دارسه؟ ما ماني دارسه. شو دارسه؟ اي صدمه. ما بتعرفي فرنسي؟ ما استاذ انا هلا وصلت. ايه هلا وصلت وهلا استلمت الشغل. انا قلت لك يعني عم باخذ على الجو. لسه لا سالت ولا سالت. شو على الجو؟ شو عم شغلك مضيفه على الجو على المو. يعني قد ما كنت مدير شركة. هلا عم تحكي معي انت. مين يعني انت؟ قد ما كنت مدير شركة وعم تحكي معي. انا ما بسمح لك تغلط معي بالحكي. عم تحكي معي. طيب انا مسافتي قريب جاي. مسافتي السكة بس لو ارجيك شو قيمتك بس. شو قيمتي؟ طب وانا عم بستناك هون. يلا تعال. تشرفنا على عيني. هذا قيمته. اوكي يعني وانا عم بستناك. مع السلامة. الله معك. يلا. جاي هون؟ بس انت ليه خايف؟ الشغل مو قصتك. انت ما بتعرفي. انت ما بتعرفي. قلت لك ما بتعرفي. ما بتعرفي. ما بتعرفي. يعني شو بده يصير؟ الو. ايه انت كنت عم تحكي معي؟ ايه انا حضرتك. ليش عم تخاني؟ نعم. ليش عم تخاني؟ ليش عم تخاني؟ ايه ليش عم تخاني؟
انت موظفه استاذ مو انت بدك مذيعه بدك موظفه شايف حتى الموظف اللي عندك خليته يخربط بالحكي مو انت بدك سكرتيره شو ساوي فيكم هلا انتوا اثنين استاذ انا شو مساوي لك انا ليش ما تطلعي كاميرا خفية لا ان شاء الله خليني اطلع ما في شيء تعالي يا رنا